حياكم الله ويا اهلا وسهلا فيكم. حلقتنا اليوم حلقه مختلفه راح تكون معاكم باذن الله، واحنا وياكم في اليوم العالمي دائما لمرضى سرطان الاطفال، يقدمون فعاليات والعديد من الفعاليات اللي احنا نشوفها. وبدورنا احنا اليوم في صغار ستار لازم احنا نكون نتكلم عن هذا اليوم العالمي اللي يقدمونه للاطفال. واليوم احنا جايبين في الاستديو ما شاء الله عندنا محاربين لمرض السرطان، فاحنا قلنا اليوم بدايتنا حتكون مع الابطال ومع المبدعين اللي محاربين السرطان. نرحب فيهم، يا اهلا وسهلا فيكم، حياكم الله، منورين. اليوم احنا بدينا حلقتنا معاكم لانكم انتم اساس الحلقه اليوم. كيف حالكم؟ طيبين. مبسوطين؟ الحمد لله. اليوم ايش بتقدمون لنا وايش مجهزين لنا؟ احنا اليوم قلنا ما في ترى سواليف، السواليف عندكم انتم، تحددون الحلقه، تسولفون اللي تبونه. يلا خليني اتعرف عليكم اول شيء، يلا قولي. تفضلي. اسمي امنه. أيوة. عمري 10 سنوات. يا سلام عليك، وانت يا عسل؟ اسمي علي سعد المهري. أيوة. عمري 10 سنوات. يا هلا وسهلا، حياك الله. وانت يا قلبي؟ اسمي نايف، عمري 11 سنه. ونعم والله. عندكم اليوم مشاركات بتقولونها؟ اناشيد، مشاركات، ها؟ عندي. عندكم حاجه بتقولونها؟ لا، دائما يسوون لكم فعاليات صح في اليوم العالمي، ايش يسوون لكم؟ ها؟ يجيبوا لكم مسابقات وجوائز. يلا مين يقول لنا؟ يلا انا ابغى اسمع منكم. ها مين؟ شلون؟ يقول ما عندي. طب انتم شاركتوا يوم من الايام معاهم صح؟ وش سويتوا عندهم؟ سووا مسابقات. ايوه. ووزعوا جوائز. حلو. واعطيناهم هدايا. حلو، يا سلام. وش سويتوا بعد لما حضرت هناك؟ يعني نقعد معاهم ونسالف معاهم. طيب ايش تبغون الحلقه نتكلم عنها؟ اليوم لكم انتم الحلقه. ايش تبغون نتكلم عنها؟ راح نحدد احنا وياكم فيها. يلا. نتكلم عن مرض سرطان. شلون؟ نتكلم. ايش تبغى؟ ايش الموضوع اللي تبغون نتكلم عنه اليوم؟ اي شيء. اي شيء؟ وانت يا اميره؟ ما عندك اي شيء تبغون نتكلم عنه؟ وانت يا عسل؟ ولا شيء. ولا شيء؟ طيب من عنده مشاركه بيقول لنا شو ده مشاركه كذا؟ أنا عندي شودة. خلينا نسمع منهم بعدين نرجع لكم. يلا. أحد حاب يشاركنا في الشودة شيء؟ طيب يلا يا تولين عطني مشاركتك للشودة، يلا نسمعها يا تولين. لا 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 نحتاج لمال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا للقلب تلالا، لا لا نرضي الناس بمالا، نرضاه لنا حالا، ذاك جمالنا يسمو يتعالى. يا سلام، يعطيك العافيه. يلا نسمع المشاركه عشان برضو معانا اليوم ضيف راح يتكلم معانا متطوع دائما ما شاء الله منور في صال ستار. تفضل. يلا. اتمنى بيتا صغيرا كلا اصغر 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 أصغر كي نقترب ببعضي أكثر 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 أكثر، وطاولة صغيرة تكفي أن يلمس كتفي في ساعة صغيرة 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 وأخته يا بولا يا سيدي. يعطيك العافية، شكرا لك يا رندي. طيب اليوم احنا يعني معانا الاستاذ محمد يعطيه العافيه، مشرف مبادرات ودائما ينورنا في صغار ستار. اهلا وسهلا فيك وحياك الله. اليوم معانا في اصرار ستار، اليوم احنا نتكلم عن اليوم العالمي لمرضى السرطان عند الاطفال. واليوم معانا ما شاء الله محاربين السرطان ومحاربين مرضى السرطان. كثير من المبادرات اللي تهتمون فيها انتم في فعالياتكم اللي تقدمونها من خلال التطوع، تحكينا عنها اخوي محمد؟ إيه. أول شيء احنا نفتخر دائما بأطفالنا المحاربين اللي ما يمتلكون ما شاء الله من شجاعة ومن ابتسامة جميلة ومن إصرار، فدائما احنا قد ما نقدر نحاول نقدم لهم الأشياء اللي تسعدهم. جميل. الأشياء اللي تزيدهم قوة. ممتاز. اللي تزيدهم إصرار على محاربة ما يواجههم من مشاكل ومن آلام ومن تعب. جميل، يعطيك العافية. طيب اليوم احنا لما نقول اليوم العالمي اكيد في فعاليات كثيره قاعده تصير وقاعدين نشوف في فعاليات كثيره. ايش الفعاليات اللي ممكن تقدمونها؟ يمكن في بعض المرضى السرطان يتابعونا اليوم او بعض اللي عندهم نحن نسميهم محاربين، صح؟ محاربين مرضى السرطان. يا عيني عليكم، هذا الشيء العظيم اللي انتم قاعدين تقدمونه وقاعدين تقولونه، صح ولا لا؟
ممتازين. طيب ايش الفعاليات؟ ايش الفعاليات اللي قاعده تصير؟ في جمعية سند الأطفال اللي تدعم الأطفال السرطان، عندهم برامج دائما تقدم، هي اهتمامها يصب في الأطفال المصابين في السرطان. فمن ضمن هذه البرامج يا برامج تعليمية أو تكون ترفيهية. حلو. من ضمن البرامج اللي تقدمها الجمعية اللي هو برنامج السند التعليمي. ما شاء الله. فهناك في فصول معينة في بعض المستشفيات المعينة، الفصول هذه تقدم أول شيء تهتم في تعليم أول شيء الأطفال هذول المنومين في المستشفى، بحيث تكمل تدريسهم في المستشفيات، وبنفس الوقت تقدم لهم البرامج الترفيهية. جميل. للترويح عنهم. في بعض المستشفيات أيضا أنه تسوي نشاطات خارجية، سواء من الجمعية نفسها أو من المستشفى. جميل. فقد ما نقدر نحاول نوزع النشاطات اللي عندنا، نوزع البرامج، بحيث أنه نقدم دائما الفائدة أولا. جميل. والفرح والترفيه للأطفال. الله يعطيك العافية. وأكيد يعني جمعية سند يعطيهم العافية، أنا متطوع مع جمعية سند، نرحب اليوم ونعطي رسالة لجمعية سند يعطيهم العافية بالإشراف مع صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبد الله آل سعود، يعطيها العافية، لدائما الجندي المجهول من خلال فعاليات جمعية سند يعطيهم العافية. طيب اليوم لو تكلمنا، أنتم إيش تحتاجون غير الفعاليات؟ تشوفون إحنا يسوون لكم فعاليات، إيش تحتاجون غير الفعاليات؟ ولا شيء. ها خلنا نشوف كل واحد يقول لي. يلا يا عسل قولي لي. دعمكم. دعمهم مثل إيش؟ ايش ممكن دعمهم؟ يعني تبغونهم مثلا يجيبون لكم حاجه يعني غير المسابقات غير الفعاليات؟ احكي لهم يا امنه عن الامنيات. ايش امنياتك؟ يعني في مره من المرات سوينا احنا الامنيات. أيه. مع جمعيه سند. أيه. وما شاء الله كانت، بس ما ادري هم ممكن ما الا الحين توهم سوينا. سووا لكم الامنيات كمان؟ ايش سووا لكم؟ ايش جابوا لكم؟ ايش تمنيتي انت وجابوا لكم؟ وما لسه ما جابوها. أيوة. بس نحن لسه تمنينا. إيش تمنيتوا؟ أنا تمنيت فستان أميرة. ما شاء الله. أنت أميرة أصلاً، يعني أنت أميرة ما شاء الله. مفروض الفستان يعني مفروض إن هم يقولوك تعالي أنت معانا يا أميرة. وأنت إيش تمنيت يا حمود؟ حمود. لابتوب. علي. 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 لابتوب. وأنت إيش كمان؟ تمنيت كرة مقى عليها من لعيبة. ما شاء الله. خلاص يعني لازم تودونهم يوم من الايام اللعيب. كل اللعيبه تبغاه ولا فريق معين تشجع؟ فريق معين انت؟ ها فريقين. فريقين مين؟ ثلاثه. ما شاء الله عليك يا اخي، انت كذا قاعد تسوي ترضي كل الفرق. منهم الثلاثه؟ الهلال وفريق السعوديه والاتفاق. ما شاء الله. الهلال والسعوديه والاتفاق، ما شاء الله عليك. طيب محمد، يعني لو قلنا اليوم لو تكلمنا عن مرض السرطان، ايش هو مرض السرطان؟ يمكن اغلب الاطفال ما يعرفون ايش هو. إيه؟ مرض السرطان هو ببساطه عشان نعرف مرض السرطان، هو مرض يصيب الخلايا. نعرف انه الخلايا مسؤوله عنها جينات معينه. جميل. لما يصيب تلف معين للجينات هذه يسبب عندنا المرض السرطان او تكون الاورام هذه عافانا الله. امين ان شاء الله. طيب كيف انه يشخصونه؟ ممكن بعض الأطفال يمكن يعانون من حاجة معينة. صح. كيف يعرفون إنه أو يشخصون المرض هذا؟ هو يختلف من على حسب المكان أو على حسب العضو اللي مصاب فيه. أيوة. فيه الإصابة. ففي طرق يؤخذ منها الدم، عن طريق الدم، عينات من الدم أو عن طريق الإشعاعات. فهذه الطريقتين هم الغالبا المستخدمة في التشخيص. جميل جدا. طيب اليوم أنتم من اللي قاعد يدعمكم؟ من اللي يدعمكم؟ جمعية سند. جمعية سند غير جمعية سند؟ احنا لما جينا جمعية سند في احد كان شايفنا ولا ما حضرتم؟ توكم جديدين في جمعية سند. كم لكم؟ يمكن لي شهرين. ما ادري شهرين لسه باقي. وانت؟ قبل قريب سنة. سنة؟ ما شاء الله. طيب من اللي يجيكم يدعمكم ويقول لكم والله اليوم لازم تكونوا محاربين السرطان، لازم تكون عندكم قوة وعزيمة؟ مين؟ ماما وبابا. ماما وبابا، ايش تقدمون لهم اليوم ماما وبابا في صغار ستار؟ ايش تقولون لهم؟ اشكرهم على دعمهم لي. ارفع صوتك. ايوه. اشكرهم على دعمهم لي. ايوه. حلو. وايش كمان؟ طيب كل واحد فيكم عنده ان شاء الله طموح، صح؟ ايش ممكن يعني ايش ممكن تطمحون انتم؟ يلا قولوا لي.
ترى على فكرة احنا نشجعكم معاكم، احنا كلنا مع بعض زيكم احنا، وانتم مثلنا نفس الجو، صح ولا لا؟ صح. بس انتم ما شاء الله اقوى مننا، عندكم عزيمة، عندكم اصرار، عندكم ما شاء الله يعني تحدي، صح؟ طيب ايش حابين تقولوا للناس اللي تتابعنا اليوم؟ ها؟ حابة تقول حاجة؟ انا اتوقع انت علي ها؟ تحب الكورة. ودك تصير لاعب كذا. ها؟ من اللون الازرق واضح اليوم جاي تبغى تصير لاعب معانا صح؟ يعطيك العافيه. طيب اخوي محمد، يعني بما انك في مجال التطوع اكيد تحتاجون كثير من خلينا نتكلم من الجهات تدعمكم. اليوم ان نشوف محمد مثلا في السرطان، مع السرطان، مع ذوي الاعاقه، مع الى اخره، يعني في اكثر من مجال. ايش اللي ممكن يعني تحتاجون كدعم او جهات تدعمكم؟ قصدك كمجموعات اللي تمثل او تفعل الفعاليات هذه؟ أيوة. والبرامج؟ أيوة. ما نطلب الكثير، نطلب بس التسهيلات البسيطة. يعني احنا عندنا الحمد لله نقدر نوفر كل شيء نحتاجه، سواء كمواد نستخدمها. حلو. او كافكار. الحمد لله احنا عند شباب ما شاء الله موهوب، وشباب عنده افكار وعنده طموح انه يقدم قد ما يقدر اي شيء للاطفال هذولي. فبس جميل. اللهم يعني الواحد يطلب بس تسهيلات تكون اكثر من المستشفيات. جميل. وبعيدا عن التعقيدات. يعطيك العافية. كلمة حاب نختم فيها اللقاء اليوم معك اخوي محمد مع الأبطال المبدعين، إيش حاب تقولون في آخر شيء؟ تبغى تقول حاجة؟ أبغى أشكرهم. يلا قول. يلا أشكر مين؟ أشكرهم. تشكر مين؟ أنا متابعين. الله يعطيك. وأنت يا أميرة؟ تبغى تقولي حاجة؟ وأنت يا عسل؟ أشكر أمي وأبوي والمتابعين. يعطيك العافية. إيش حاب تقول اليوم معنا أستاذ محمد؟ يعطيك العافية. الله يعافيك. صراحة أنا أشكر هم الأطفال هذولي بحكم احتكاكنا الكثير فيهم. أنا صرت أعتبرهم هم الملهمين الأول في حياتنا. جميل. ما يمتلكون ما شاء الله من إصرار ومن قوة ومن مواجهة، من عزيمة في مواجهة المشاكل اللي يواجهونها ومن الآلام. فإذا إحنا نشوف الصغار هذول ما شاء الله البريئين بالقوة هذه، فما لنا عذر إحنا. أكيد. فالله يشفيهم ويشفي جميع المسلمين ويحمي. يعطيكم العافية. شكرا لحضوركم ونورتونا. يعطيك العافية أخوي محمد. العافية. القليش أيضا متطوع وناشط في العديد من المجالات التطوعية، يعطيه العافية. وإحنا اليوم لازم إحنا نكون متطوعين مع جميع الفئات عشان نخدم مجتمعنا، وعشان نكون يعني خلينا نقول إنه بذرة تخدم المجتمع، تخدم جميع يعني الأطفال بشكل عام. روح الفاصل نرجع لكم، خليكم معنا. الأعمال التطوعية جزء كبير في المجتمع وخدمة المجتمع. اليوم نستضيف الدكتور محمد السعدون، يعطيه العافية، مؤسس فريق ابتسم التطوعي لمساعدة مرضى السرطان. راح يتكلم معنا وراح نعرف أكثر عن هالفريق اللي يقدم الخدمات التطوعية لجميع المرضى في الأعياد، في المناسبات، في الفعاليات إلى آخره. نرحب فيك أخوي محمد، يعطيك العافية. الله يسعدك أخوي فهد. اليوم خلينا نتكلم، إحنا جمعنا عمل كثير مع بعض، والفرصة الجميلة اليوم إنك معانا دكتور محمد. نورتنا وإن شاء الله تنورونا في فعاليات قادمة بإذن الله. إن شاء الله. يعطيك العافية. أول شيء إحنا ودنا نعرف أكثر عن فريق ابتسم، الفريق التطوعي الجميل اللي قدم العديد من الفعاليات. وأمانة يعني هو يمكن في الأعياد الناس تعيد مع أهلها، وأنتم ما شاء الله تبارك الرحمن في المستشفيات وفي قدم الورود وجوائز تواسون المرضى. تحدثنا اليوم عن فريق ابتسم. شكرا لكم على هذه الاستضافة الجميلة وتقابلت مع الناس الجميلين. الله يعطيك العافية. ابتسم هو فريق بسيط، من أغلبهم من طلاب جامعة الفيصل ومن برا جامعة الفيصل، تأسس. جميل. من جامعة الفيصل، يهدف لدعم ورسم الابتسامة. جميل. على وجوه مرضى السرطان أو محاربي السرطان. جميل. الأطفال منهم أو الكبار. جميل. فبدأنا قبل 3 سنوات والحمد لله مستمرين. وأهم شيء نرسم إيش؟ ابتسامة. روم ابتسامتكم ممتاز. أيوة سمايل. طيب اليوم لو تكلمنا عن خلينا نتكلم عن الأعمال التطوعية. نعم. ايش الاعمال التطوعيه اللي ممكن احنا اليوم نقدمها؟ مع الدكتور محمد، بعدين اللي عنده سؤال يجهز عشان نسال الدكتور محمد. جميل. تفضل. الاعمال التطوعيه مش لازم تحضر لها بشكل كبير وتكون شيء جدا مكلف او شيء متعب. لا، العمل التطوعي لو شوف اي واحد زعلان تحاول بس ترسم الابتسامه على وجهه لاي سبب من الاسباب. رسم الابتسامه جدا سهل، ممكن تعطيه زي ما تفضلت ورده،
تعطيه هدية، تخليه يرسم معاك لو كان يعني يحب الرسم، تخليه ينشد، تدعم بكلمات طيبة. جميل. سواء على حسب الشخص وعلى حسب حالته. جميل. في قواعد كثيرة لنجاح العمل التطوعي. اليوم نقول للدكتور محمد وش هي القواعد الكثيرة علشان تنجح العمل التطوعي؟ أول شيء، أول قاعدة أن الواحد يتوكل على الله سبحانه وتعالى، لأن الشخص مهما كانت قوته يظل إنسان ضعيف، والله سبحانه وتعالى هو الموفق. ثاني شيء النية، أن تنوي هالعمل بنية طيبة، بنية أنك تدخل الفرح بقلب أخوك المسلم، تسلم الابتسام على وجهه. وثالث شيء أن يكون عندك رؤية واضحة وهدف واضح، لا تكون كذا تشتت، كل ما جاتك فكرة تسويها خلاص أنت يعني تسوي أي شيء في الدنيا. لا، حدد نفسك، حدد مجالك. مثل ابتسم عندهم مجال دعم مرضى السرطان، أكثر شيء الصغار وشوي الكبار، فهذا هو مجالنا. جميل. كل عمل سواء نعم. تطوعي أو غيره نعم. يكون فيه له حكايات مؤثرة وحكايات سعيدة. اليوم لو نتكلم عن بعض الحكايات اللي أو القصص اللي أثرت في الدكتور محمد في مجال عملك التطوعي. والله قصص جميلة وكثيرة، وتحضرني قصة البطل عادل عصيمي. ما شاء الله، البطل عادل عصيمي، تحياتي له ومصور. احنا كان ودنا ذيك المرة قابلناه أمانة، بس عاد انه ما قدرنا، لكن ان شاء الله نجي مرة. لا الحمد لله، بس اقول الحين اموره تمام. كيف اموره؟ كله تمام الحمد لله، ويجي ويصور ويلتقط الابتسامات بشكل جدا رائع. ما شاء الله تبارك الله. البطل عادل عصيمي بدأ بصابته مرض سرطان، وأثرت صراحة شوي على نفسيته، وهذا شيء طبيعي، كلنا نتأثر بالمرض. ولكن الحمد لله من خلال التطوع، من خلال الدعم، من خلال أنك تكون كشخص فعال في المجتمع وترسم البصمة الإيجابية، قدر عادل عصيمي يحول وغير من نفسه وغير من اللي حوله طريقة جميلة ورائعة. عادل جيناه قبل تقريبا 3 سنوات، كان منوم في المستشفى، مستشفى مركز الملك فهد الأورام، والحمد لله تطوع معنا وتعلم التصوير. بدأ أول تطوع له، ذكر كان يلبس ملابس حق سبايدر مان. أيوة. وكان يمر على الأطفال وكذا، هو مريض ويدعمهم أيضا، هو محارب سرطان يدعمهم. وبعدها يعني بدأ يمسك الكاميرا وتعلم التصوير، والحمد لله ما شاء الله محارب سرطان ومحترف بالتصوير، الله يسعده وجميع محاربي السرطان. يعطيك العافية دكتور محمد. احنا اليوم لو تكلمنا بما انه تزامنا مع اليوم العالمي لمرض السرطان للاطفال، وكان معانا في اول حلقة ضيوف من محاربين سرطان، احنا نسميهم محاربين سرطان. محاربي سرطان. قلنا لهم في البداية انه كثير من الفعاليات تفتقد، يعني خلينا نقول اليوم مرض السرطان او اللي هم يعني يعيشون بين مرض السرطان، يعني بس لهم فعاليات. طيب غير الفعاليات ايش فيه؟ يعني اليوم احنا نتكلم اوكي فعاليات، طيب غير الفعاليات انت اللي فاهم منك ان فعاليات ترفيهيه. أيوة. اكثر ما تكون تعليميه. ايوه، وهذا اللي نهدف فيه في ابتسم، ما يكون فعاليه ترفيهيه. جميل. مع ان الترفيه جدا رائع وجدا يغير، بس برضو لازم يكون في شيء، ولكن مع ذلك لازم يكون هنالك اضافه تعليميه. جميل. يعني مثلا جينا فعاليه وخلينا يوم الفضاء، خلينا الأطفال كذا يدخلون غرفة مظلمة ويشوفون نجوم ويشوفون داخل التلسكوب، وشرحناهم على القمر وعلى الشمس والأشياء الجميلة هذه. يوم ثاني كان يوم العلماء المسلمين، جينا وواحد لابس عباس بن فرناس ما شاء الله، وأخت لابسة فاطمة الفهري، والعلماء المسلمين عملناها مسرحية وشرحنا لهم عن عظمة العلم في الإسلام وإيش العلماء المسلمين تركوا للإنسانية من إرث جميل. فكل فعالية نحاول نخلي فيها قيمة تعليمية، وغير كذا نحاول نقوي وندعم محارب السرطان بشتى الطرق والوسائل، مثل أن نصور لهم فيديو كذا، مجموعة من المتطوعين نرسل لهم رسالة إيجابية، نستدعيهم مثلا يلقون محاضرة على الناس الكبار، على الأطباء، على طلاب الطب. ممتاز. ويقولون قصتهم، مثلا زي عندك زي عادل ما شاء الله تبارك الله، ندعم موهبته ونحاول قدر المستطاع. هو ما شاء الله عليه عادل، يعني انسان موهوب ورائع، وحنا نحاول ندعم زياده. فكل هذه الاشياء تختلف عن الترفيه وتضيف عليه. جميل. اليوم لو نقول يعني
صغار ستار وكاميرا صغار ستار لازم تكون معاكم في فريق ابتسم. الله يسعدكم. ترتبوا لنا كذا جوله يوم نجيكم نصور. اكيد لازم. فقره خاصه للمحاربين السرطان، احنا نسميهم محاربين السرطان باذن الله. لازم كل واحد كذا معاه ورده. ايوه. ورساله جميله. والبنات اللي موجودين معانا كل اللي بيشارك ايضا. طيب كيف اليوم لما مثلا بعض الناس اللي تتابعنا اليوم نعم وكثير منهم وده يتطوع نعم لكن ما يعرف وين يروح وين يتواجد، لو قلنا فريق ابتسم او الدكتور محمد السعدون ممكن تهيئون لهم هالمكان او تهيئون لهم؟ اكيد جدا اكيد. احنا كثير من الجمعيات يتواصلون معنا ونعمل لهم فعاليه خاصه بالجمعيات هذه. وفيها كثير متطوعين. في ناس كذا يبون يتطوعون بشكل عام. حلو. وفي ناس عندهم مثلا موهبه معينه، تصميم، تصوير، غيره، يشاركون معنا. فاحنا بالتنسيق مع المستشفيات، بالتنسيق مع المتطوعين نرسم لهم. وعندنا الحين اليوم الثلاثاء ان شاء الله بكره الاربعاء في فعاليه للمرضى الكبار، بنسوي لهم فعاليه الجنادريه. فهذه ايضا تغير جوهم وان شاء الله يعني نقدر نرسم ابتسامة. جميل، يعطيك العافية. طيب اليوم من عنده سؤال حابة تسأل الدكتور محمد؟ يلا العسل تفضلي. يلا. احنا قد مرة رحنا الجنادرية يعني أمس وقبله وبس. ما شاء الله. ما شاء الله حلو. طيب في أحد بيسأل الدكتور؟ يلا يلا. ليش هذا المرض اسمه سرطان؟ وإيش معناته هذا المرض؟ ليش المرض؟ هذا المرض سبحان الله احنا كلنا نمرض صح ولا لا؟ كل واحد ممكن يمرض. وهذا المرض يتعالج يعني كثير اغلب او يمكن كلهم او اغلبهم يتعالجون ويصيرون كويسين يرجعون كويسين. بس هي ترى الدكتور محمد هو متطوع يعني هو يعالج سرطان، هو متطوع وطالب في الطب ما شاء الله ومتطوع برضه. لا وايضا يعني لك فكره في العلاج وكذا. طيب بس عشان بس وضح لكم الصورة، ايش السؤال بالضبط؟ يعني هل تبين تعرفين ليش سموه سرطان؟ مو بزي السرطان كذا. لا ليش اسمه سرطان؟ ايش؟ ليش تسمى السرطان؟ وش معناته المرض؟ ما اعرف صراحة ايش ليش يعني السبب، لكن سؤال جيد وراح ابحث عنه. سؤال ممتاز. والمرض هذا مشكلة في الخلايا. يعني مثلا في خلايا تعرفون الدم عباره عن خلايا صح كذا؟ خلايا صح ولا لا؟ خذناها في العلوم. اخذتوها في العلوم ممتاز. فهالخلايا بعضها يزيد عن المعدل الطبيعي. حلو. فلما يزيد يعني يزيد خلايا؟ اي في خلايا كذا تصير زياده. حلو. فلما تزيد هالخلايا تسبب مشاكل في الجسم. واضح؟ يعطيك العافيه. طيب دكتور محمد احنا اليوم سعيدين فيك وتواصلك معنا وان شاء الله نشوفكم باذن الله فريق متميز. الله يعطيك العافيه. يعني يقدم العديد من الاعمال التطوعيه. كلمه ختاميه حاب تقولها اليوم في اللقاء. الله يسعدك. اوجه رساله لمحاربي السرطان. هالرساله دائم احب اقولها. الابتسامه لا تعني انك لا تشعر بالالم. الابتسامه هي شعار بانك فوق الالم باذن الله. وشكرا لكم. يعطيك العافيه. نروح الفاصل ونرجع لك وخليكم معنا. ايه لازم يصير كذا. حياكم الله يا اهلا وسهلا فيكم. اليوم مع فقره السوالف احنا قدمنا يعني فقره حقت اليوم العالمي للاطفال السرطان يعطيهم العافيه وكانوا معنا منورينا. اليوم في فقرتنا الثانيه راح نكون احنا وياكم في السوالف. سوالفنا اليوم بما ان البنات كلهم موجودين فقلنا نخلي اليوم سوالف عن الشباصات، عن المناكير، عن المكياج، عن مثل هالمواضيع اللي تخص البنات. اي فاحنا اليوم نتكلم عن الشباصات، عن المكياج. في بعضهم والله تسرق شباصه اختها ويطقون بعض الاحيان على شباصات بعض واللي تلبس ملابس اختها. خلينا اليوم نتعرف اكثر على موضوع حلقتنا مع البنات، بس قبل نتعرف على اسماءكم الموجودين معانا. يلا عرفينا اسماءكم. الين. منال. منال كبير. مي ولا مياسه؟ مياسه ولا مي؟ مياسه. يا مرحبا حياك الله. انت شكلك تحبين المكياج والشباصات كذا. اي اكيد. وانت يا في بنت ما تحب كذا؟ يلا نسمع. انت شو اسمك؟ شولين. يلا شو اسمك؟ لندا محمد عبد الله. اي واحده انا ما اقول شو اسمها تروح تقول جاوب شو اسمها عشان ما تروح المطبخ تقعد هناك تطبخ. يلا لندا محمد عبد الله. يلا وانت؟ تمام. طيب اليوم نتكلم عن الشباصات
وعن المناكير وعن المكياج. اول شيء انت عندك شبصات كثيره تحبين الشبصات، يلا تكلمي يعني وش تعرفين عن المكياج؟ ابي اتعرف انا اليوم وانا والمشاهدين على المكياج وعلى الشبصات حقتكم. يلا حركات البنات اللي تحبونها انتم، مكياج شبصات ويعني اني منكير منكير مسكره. ها أنا بعد كل مرة أنا مين حطه عشان أصلي؟ عشان كذا شوفوا اليوم أنتوا لما دخلتوا وشميت ريحتكم مكياج، ريحتكم مناكير. أنا أستاذ ما حطيت عشان أصلي. جكيتك بردان ما شاء الله. يلا قولي لي إيش تعرفي اليوم عن موضوع حلقتنا؟ إيش مجهزة؟ ها؟ تعرفي؟ أنا أعرف الحلقة. طيب أنت يا عسل يلا. شوف. إيه. أنت أعطني، أنا عندي صندوق هالكبرى أيوة. كله مكياج ما شاء الله. طيب أدخل غرفة طفشانة، أدخل أحس بنفسي على طول، تقلبين مهرج يعني. أوف. مرة كنت بالإجازة أخذت مكياج ماما، أخذت الظل حكيته أيوة. أخذت البودرة أيه. طيب قمت حطيتها كذا، والله تقول شبح. طيب رحت عند أمي وخالتي، أمي ما عرفتني أيه. حطيت كريم اساس ابيض ابيض ايوه خبيضه زود بياضي. كريم اساس يعني هذه زي مثلا لما كريم اساس يعني زي على نفسي صب يعني مثلا لما زي ما يعني اساس زي مثلا لما شيء اساسي يعني عارف يعني زي مثلا لما اجيب عامل اقول اصبغ عندي الملحق او الملحق فيجي يحط لي بويا كريم اساس قصدك زي كذا انتم؟ اي كذا قصدك احنا كذا نرشو كذا نسوي كذا انا حطه تحت الفوق ما شاء الله تحطون مسخره ما ادري مسكره ما ادري ما هذه لا كريم اساس نحطه تحت مسخره اسمها مسخره شو اسمها؟ مسخره مسخره صخره مسخره شو اسمها؟ مسكره سمكره لا الحين صار جديد حلو مسخره حلو يعني طيب السمكره هذه اللي تحطونها شلون؟ يعني تجيبون شاكوش معه وكذا لا 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 وش رفعها شيء كذا فرشات تتحط كذا أول مرة صراحة أسمع فيها أنا منكم يعني بتعرف أكثر يعني تبين الحين أجيب شنطة في المكياج حقتي بعد معك شنطة؟ أيوه خلاص جيبيها وتعالي وين هي؟ أمزح هنا؟ طيب أيوه كملي إيش كمان؟ إي فأنه أنا أكثر إنسانة بالحياة حسب نفسي حلو ويا مسوي تجارب كثير وأحط كريمات وحوص طيب شو النتيجة تطلع بعدين؟ ما أدري بس كذا وانت يلا خلينا نشوف مي اليوم انا اذا ماما نايمه اذا سويت اني نايمه وشغلات راح فوق وخلني نام واروح في الحمام حقنا احط شامبو احط معجون احط كريم احط صابون احط كل شيء واخلص اخلص اخر شيء واطلع النتيجه وبعدين طيب في يوم من الايام صار معك نتيجه انه لا والله سويتي مكياج طلع عندك شيء حلو كذا اي في عز خالتي طلع حلو طلع حلو اكيد قالوا الله انت وين مسوي المكياج؟ قلتي والله في مشغل جنب بيتنا رحت وسويت ب 50 ريال ولا بقول لها انا سويته بقول لك شلون؟ 100 200 300 ما عاد في ب 50 ريال؟ هذا احنا اخذته انا سويت شعري اذكر اول المكياج بعشره يعني ما ادري حق اللوحات 25 ريال المكياج تلقاها بريال ريالين اي شيء الحين لا بس انا امر بحي عند مشاغل كاتبين عرض خاص مكياج ب 25 ريال شلون؟ كذب كذب كم اليوم لو بتصير مره يعني انا شعري طيب كله هنا فقصيته بالبيت وبقى بس شويه حلو تخيل خلوه 50 ريال بس شويه قصه بس خفيفه ايوه اوه لو بيقصون شعرك كله بكم؟ اتوقع يطلع 100 150 150 شوف اول عندكم العشرة الحين عندنا 30 اول كان عندنا لهم قيمة صح صح انا كان الحين كم عمري 70 سنة صح؟ كثير حسيت تقولين اول عندكم طيب يعني اول عندنا احنا العشرة عندكم 30 ايوه صار لها قيمة لها قيمة والحين انا عندي ال 20 30 ما اسوي لا شكلكم ما شاء الله كاشات عندكم فلوس كشتات كشتات اي طيب في الكشتة تسوين مكياج يعني بس ليش البنات يعني كل ما راحوا البر سووا مكياج كل ما راحوا انا ولا انا مخيل انا برا بجامه بشبشب عادي اسمع عشان دي لا سووا بكنب سووا مكياج بدويات سووا كنب بدويات يحطون النقاط اللي هنا يحطون لهم حمار يحطون لهم حصان يحطون لهم نبيل يحطون لهم ناقه ايه وبعدين هم يبون كذا يصيرون يعني ايه بدويه وش رايك يا تولين؟
شفتني اليوم مسوية كدش يعني أكيد. حاطة مكياج حاطة. إيه لا هي الأقصد في شعرها يسمونه كدش ولا وش تسمونه ذي القصة؟ كيرلي. كيرلي ومكسر. هذا كيرلي ومكسر. يعني شوفوا يا تولين. أمواج. أمواج. أنت اليوم تولين جبتي بيبسي وحطوا لك إياه. بيبسي ولا بوشو حطيتي كذا؟ لا لا جابوا أمواج وحطوها كذا. أمواج. سوي ظفاير. أيوه. بعدين سكر. ما أعرف أنا عشان كذا أبي أخذ خبرة تعرفون طرفة. عندك شعر؟ عندك شعر؟ لا لا مو لي أنا عندي طرفة. طرفة أنتي بتزين شعرها. إيه بتزين شعرها. تستفيد يعني منكم اللي يتابعون اليوم. البنات اللي يتابعون اليوم بيستفيدون برضو منكم ومن كلامكم. طيب خلينا نشوف العسل هذا اللي حاطه مكياج اليوم وحاطه مناكير. تحبي المناكير انت ولا تحبي الروج؟ ها؟ كله. يعني انا بعض الاحيان اقول لكم شيء ما يحتاج تحطون روج. جمالكم ايه لا لا يعني انا اقول يعني مثلا واحده تبي تحط روج يعني تروح تشرب توت تشرب يعني فلتو مثلا شيء ها؟ تصير شفافه حمراء. انا ما حطيت مكياج ولا شيء ولا شيء ولا شيء. جمالي رباني جمالي رباني خلاص. لا انتم مش انا جمالي رباني. انتم ما حطيت روج. انا ما حطيت لان جمالي رباني. ما شاء الله كلكم جميلات ما شاء الله. بس انا بعد جمالي رباني. ها؟ انا بعد جمالي رباني. كلكم ما شاء الله جميلات بس اقصد يعني ليش المكياج يعني ليش تعالوا دون نفسكم وحي على المكياج ها؟ انا شفت على جمال احلى جمال احلى جميل. انا عندي مكياج عندي اخربص في وجهي دائما بس بقول لكم انا احب انا عارفه اسوي كحله واحده وثاني عاد عارفه اسوي اذا خلاص. امي جت تسبحني اخرب وجهي اخرب مره 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 يعني احط بلوشر كذا يعني صح هي فيها دائري كذا اي انا خبيثه كذا ثم اخرب وجهي كله امي تقول بشرتك غريبه يعطيك العافية ثمين إذا جيت أسبح ينزل كل الوساخ شكرا لك يا تلين يعطيك العافية خلونا نروح الفاصل كمل وياكم فقراتنا خليكم معنا حياكم الله اليوم عندنا مسابقة السلة معنا محاربين السرطان اليوم يبون يتحدون صح؟ وتفوزون أنا معكم اليوم بتفوزون اليوم خلاص فوزون عليهم والله شوفوا انا اربعه كم انتم نشوف يلا كل واحده بس لها واحده طيب يلا كل واحده لها ثنتين يلا عشانكم لا ثنتين كل واحده لها كم محاولتين ونشوف من اللي يفوز ارجعوا شوي لا تقطعون الكاميرات يلا اللي بتلعب تيجي هنا عند النجمه هنا ركز وتحط رجل هنا ورجل هنا يلا اول واحده فيكم تبي تلعب يلا نشوف انا مين ايوه حط رجل يمين يسار ايوه لا ارجع شوي بس يلا خذي نشوف الفريق الاول يلا نبدا احنا وياك نشوف ايوه تركيز 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 انتم بتفوزون انا واقفه غلط يلا يا ليندا ترى اخصم عليكم نقطه لا لا يلا اللي بعده ركزوا ركزوا يبغى له تركيز هي بس يلا ها نشوف ايوه يا سلام أنا قايل لكم حق محاربي سرطان هم يفوزون يفوزون ما فيها كلام. محاربي سرطان. ما فيها كلام يلا اللي بعده نشوف. يلا نشوف. يلا. يلا نشوف. يلا نشوف تعالي بسرعة. شوف احنا وياكم من راح يفوز معانا في هالمسابقة مسابقة السلة. إن شاء الله. يلا نشوف يلا. ها. يلا باقي واحدة مين؟ أنا ليندا يلا ليندا خلنا نشوف بعدين برجع لكم كل واحد له محاولتين ارجعي ارجعوا يلا ها شوف ترى يبغى تركيز هي تركيز بس تركيز تركيز بس يلا تركيز تركيز أكثر تركيز أكثر ركزي قولي بسم الله بسم الله يلا 1 2 3 تعالوا هنا يلا يلا تعالوا يمين 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 صار اشوف الفريق الثاني ومحاربين السرطان هم اللي راح يفوزون يعني معانا اليوم وانا بتوقع ركز يا الحب يا القلب لا يلا ها نشوف الله يا سلام يا سلام قايل لكم انا يلا شوف البطل الثاني من محاربين السرطان وش راح يسوي معانا يلا
يلا يا حبيبي. ايوه ولد يا ولد. يلا نشوف من راح يفوز معانا اليوم. وانا متوقع كثير. ها الله 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 عليك يا سلام. يلا الثالثه تعالي. اخذت ثنتين الحين. يلا بيفوزون عليكم انا قاعد يفوزوا. ركزي اكثر. يلا يا اميره ركزي ركزي ركزي. يلا نشوف. ها يلا تركيز بس كذا كذا بس. ها يلا ها شوف. يا سلام. حلو حلو. باقي لك واحده ثانيه. باقي لك واحده ثانيه. يلا نشوف. يا ركزي اكثر. ارجي قدمي بس هنا. ركزي اكثر. اي شو تركيز بس تركيز وحتجي هنا. يلا ها بسم الله. شوف يا سلام. ها والله اللي عارفه. يا رب يا رب. الله عليك. من باقي؟ يلا تولين. يلا بعدها تمارا. ركزي يا تولين ركزي. ترى يبغى لها تركيز بس خفيف بس. يلا تعالي صغيره. يلا بسم الله. يلا ها ارجع شوي. يلا نشوف. يلا يا تولين اسرع. يلا يلا ها نشوف. ما اعرف بعيد. يلا اثنين. ترى عندهم اثنين وانتم صفر. ادري. الله. ثلاثة. ثلاثة الحين. أربعة. أيوة صح عندي اثنتين. لا لا واحد. لا لا خلاص انتم ثلاثة الحين صرتوا. يلا. يلا. ثلاثة صفر. لكم محاولة ثانية الحين. إذا جبتوها تتعدون، هم أنتم لكم محاولة ثانية خلاص؟ بس كل واحد الحين كل واحد له واحدة الحين. كل واحد له واحدة. أوكي يلا كل واحد له واحدة. ركزوا. يلا كل واحد له واحدة. نشوف. الله عليك واحد. يلا ثلاثة واحد. أيوه ثلاثة واحد. أخيراً ثلاثة واحد. اللي بعده يلا نشوف. ها ثلاثة واحد. يلا بسم الله وركزي. ها كما كنتم. أنا أقول بيفوزون. ثلاثة واحد. يلا يلا ان شاء الله. ايوه عطني. نشوف. يلا هاتي يا ليندا. يلا يلا من معانا الحين. يلا تفضل. يلا خلنا نشوف. ارجعي يا ليندا عشان الكاميرات. ارجعي. يلا ها اوبا وين الحبيبه انت طيري الحمام. يلا ها امسكي يا ليندا. يلا بسرعة بسرعة بسرعة. ثلاثة واحد. ما زال التحدي مع فريق محاربي السرطان اليوم هم اللي يفوزون. ارجعي شوي. يلا واحد اثنين ثلاثة. يلا خلينا نشوف بس شوي. بسم الله. يلا ركزي. واحد اثنين ثلاثة أربعة. يلا تعال. يلا يا شباب ركز ركز. تعالوا من هنا. امشوا 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 امشوا. يلا ثلاثة واحد. ركز ركز بس صدقني حجيها. اللي بعده واحد واحد. كل واحد واحدة. الله عليك يا سلام. أربعة أربعة. لا يا يا خلاص. ما يعتبر. يلا. لا يعتبر. عطني عطني عطني. يلا نشوف. من باقي الأميرة. يلا تعالي هنا. يلا. امشي. يلا نشوف. بسم الله. سمي بالله. تركيز. تركيز. يلا نشوف. تركيز. خلوها خلوها. بسم الله الرحمن الرحيم. مع التحية. ها يلا 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 من باقي. تمارا. يلا يا تمارا. يلا تمارا انت. تمارا يلا. ها واحد اثنين. زين بعد حقتك. اخر شيء تولين. يلا يا تولين. يلا نشوف من راح يجيبها. انا اتوقع انه من اللي فايز. مع التحيه. احنا خمسه. احنا خمسه. يلا الله عليك. يعطيكم العافيه. كذا لا خلاص. كل واحد وحده في الثانيه. كل واحد وحده. اللي فاز معنا مين؟ فريق محاربي السرطان. تحيه قويه لهم. يعطيهم العافيه. شكرا لكم. وصلنا احنا وياكم لنهايه حلقتنا اليوم. نخليكم مع انشوده الختام مع المبدعين والمبدعات اللي موجودين معنا. خليكم هنا صف واحد. تعالوا يلا عشان تبدون في انشوده الختام. نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من صغار ستار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.